تلقي الأزمة الأخيرة بين الرباط ومدريد بدلالها على وضعية المعابر البرية في كل من مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين، فلا تزال حدود ترخال وحدود بني نصر مغلقة منذ 13 مارس 2020، عندما أعلنت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي وباء كورونا. ولا يوجد ملف سبتة ومليليا المحتلتين ومعابرهما الحدودية ضمن أولويات السياسة الرباط بسبب الجفاء الدبلوماسي بين المغرب وإسبانيا عقب استقبال الحكومة الإسبانية زعيم جبهة البوليساريو من أجل تلقي العلاج. ووفقا لقرار صدر السبت الماضي في الجريدة الرسمية الإسبانية، فإن الحدود البرية لسبتة ومليليا المحتلتين ستظل مغلقة حتى 31 من شهر أغسطس المقبل. وفي نهاية الأسبوع الماضي دخل حوالي 300 شخص من جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى إلى مدينة سبتة المحتلة بعدما تمكنوا من القفز فوق السياج، ويوجدون حاليا في مركز الإقامة المؤقتة المخصص لاستقبال المهاجرين غير النظاميين. وبددت الرباط آمال الإسبان بتشبثها بقرار إغلاق المعابر الحدودية التجارية المحادية للتغريم، وبالتالي منع أنشطة التهريب المعيشي الذي يمثل مصدر عيش عدد كبير من سكان المنطقة الشمالية للمغرب، مبررة موقفها بتعرض النساء اللواتي يمارسن التهريب المعيشي لسوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض، مقدرة عددهن بنحو 3500 امرأة من مختلف الأعمار بالإضافة إلى نحو 200 قاصر. ويشير الجانب الرسمي المغربي إلا أن نشاط التهريب المعيشي لا يضر بالاقتصاد المحلي والوطني فحسب، بل أيضا بصورة المرأة المغربية العاملة في نشاط لا تستفيد منه دائما. ويدخل إلى سبتة المحتلة حوالي 3000 مغربي يمتهنون التهريب المعيشي، ووفقا لما نقلته صحيفة الكونفيدونسيال الإسبانية، فإن الضغط الكبير على هذه المعابر التجارية أدى إلى إغلاقها مؤقتا قبل أن يتحول القرار المغربي إلى قرار شبه نهائي في انتظار انفراج العلاقات بين المغرب وإسبانيا وتوضيح إسبانيا من موقفها من الصحراء المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.